سنتحدث اليوم عن طريقة تعامل الجسم مع التراي أسايل جليسيرول الدهون، سواء في تخليقها من مصادر أخرى غير الدهون غير الشحميات كالسكريات والحموض الأمينية، وهو ما يسمى تخليق الدهون لايبوجينيسيس، أو تحللها تقويضها اللايبوليسيس لاستخدام مكوناتها كما يحدث في حالة الصيام. ذكرنا في محاضرات سابقة بأن الغذاء يعطينا كميات من التراي أسايل جليسيرول، وقلنا في حينها أنها تتجمع على شكل كيلو مايكرون، دقائق كيلوسية، وترسل إلى الدوران ليتم استخدامها. هل هناك طريقة أخرى لتخليق التراي أسايل جليسيرول في الجسم؟ بالتأكيد، وكما ذكرنا أيضا سابقا، هناك عملية اللايبوجينيسيس، وهي بالتعريف التخليق الحيوي لثلاثيات أسيل جليسيرول داخل الجسم، ولكن ليس من الشحميات كما سنرى بعد قليل. لنعرف ما هي الخطوات والمراحل المطلوبة، نتذكر معا أن التراي أسايل جليسيرول مكون من جليسيرول ومن ثلاثة حموض دهنية، وبالتالي التخليق سيتضمن ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي أن أخلق الحموض الدهنية طويلة السلسلة. المرحلة الثانية هي أن أخلق أو أحصل أو أوفر الجليسيرول المفعل، وهو جليسيرول 3-فوسفيت، وسنجد أن هناك طريقتان لذلك. والمرحلة الثالثة هي الأسترة وتخليق تراي أسايل جليسيرول عن طريق ربط الحموض الدهنية مع الجليسيرول بروابط ستيرية كما تعرفون. أين يحدث تخليق الدهون؟ يحدث في معظم أنحاء الجسم، لكن لو فكرت قليلا ستجد أن الكبد والنسيج الشحمي هي أكثر الأنسجة تخليقا للدهون، والكبد بشكل رئيس، يأتي بعدها غدد الثدي خلال مرحلة الإرضاع. أين تجري ضمن الخلية؟ تجري ضمن العصارة الخلوية السيتوزول والطلائع البريكورسرز. ما هي الطلائع التي نصنع منها الحموض الدهنية ونأتي منها بالجليسيرول المفسفت؟ حقيقة طليعة تصنيع الدهون هي عموما سكريات الطعام، كما ذكرنا عندما تحدثنا عن VLDL الذي يخلقه الكبد من سكريات الغذاء، وأيضا من الطلائع الحموض الأمينية الفائضة، وخاصة تلك الكيتوجينيك أو المولدة للكيتون. ما هو الهدف من تخليق الدهون؟ بكل تأكيد تخزين الفائض من سكريات الغذاء لاستخدامه كمصدر للطاقة خلال الصيام، أيضا خلال الإرضاع تخليق دهون الحليب، وأيضا الأمر المهم الآخر تخليق الحموض الدهنية من أجل الشحميات المعقدة الأخرى التي تدخل كما تعرفون في بنية الخلية، في بنية أغشية الخلية، الأغشية البيولوجية، وفي وظائف الخلية المختلفة. سنبدأ بالخطوة الأولى وهي التخليق الحيوي للحموض الدهنية. توجد ثلاث جمل لتخليق الحموض الدهنية، هذه الجمل هي موجودة في المتقدرات، جملة متقدرة وجملة مايكروزومال موجودة في الجسيمات الصغرورية التي هي تشتق من الاندوبلازميك ريتيكولم، الشبكة الهيولية الباطنية، وكما تجدون هنا وظيفتها الوحيدة هي إطالة الحموض الدهنية وليس التخليق. الجملة الوحيدة التي تقوم بتخليق الحموض الدهنية بالاستحداث دينوفو أي من الصفر هي تلك الجملة الموجودة في العصارة الخلوية. وحدة البناء كما تشاهدون هي الأستيل التميم ألف أو الأستات الفعالة، وهذا المنظر تتذكرونه جيدا تقريبا في كل المحاضرات قد أوردناه، و
نجد أن أستيل التميم ألف يأتي من المركبات الثلاث الرئيسية: دهون، سكريات، بروتينات. طبعا عندما نتحدث عن التخليق الحيوي للحموض الدهنية لن نأخذ أستيل التميم ألف القادم من الدهون والحموض الدهنية على الإطلاق، وإنما سنأخذ ذاك القادم من السكريات ومن بعض الحموض الأمينية التي يمكن أن تساهم في هذه العملية. الآن نقطة المهمة الأخرى، لا تنسى أننا نتحدث عن حالة الطعام، أي أن الطاقة فائضة، أي أن حلقة كريبس تقريبا إلى حد كبير تكون مثبطة، لأن معظم الخلايا قد أخذت ما تحتاجه من الطاقة وبدأت تنزاح باتجاه التخزين إذا كان من وظائفها التخزين. تثبيت حلقة حمض الستريك أو حلقة كريبس أو تراي كربوكسيليك أسيد سايكل، هذا التثبيت سيؤدي إلى تراكم مركب ما. هذا المركب يوحي بأن الخلية أصبح لديها فائضا عليها خزنه. ما هو هذا المركب؟ حقيقة هو مركب الستريت. قبل أن ننتقل إلى الستريت وكيف نتعامل معه، يجب أن نتذكر بأن التميم المطلوب في عملية التخليق الحيوي للحموض الدهنية هو الناد بي اتش وليس الناد اتش على الإطلاق. الناد اتش دائما وظيفته الأكسدة وإنتاج الطاقة، الناد بي اتش دائما نستخدمه في عمليات التخليق الإرجاعية Reductive Biosynthesis. الآن كيف يخرج الستريت إلى السيتوزول؟ نعلم أن الستريت هو موجود داخل المتقدرات ويتشكل داخل المتقدرات من حلقة كريبس. قلنا منذ قليل أننا في حالة إطعام، وبالتالي الخلية قد حصلت على طاقتها القصوى، حلقة كريبس غالبا مثبطة، والمركب الوحيد الذي يتراكم هو الستريت. نقوم بإخراجه إلى العصارة الخلوية حيث يعاد شطره مرة أخرى إلى أوكزالو أسيتيت وأستيل التميم ألف. سنجد بعد قليل مصائر الأوكزالو أسيتيت، لكن أستيل التميم ألف هو الذي نستخدمه لتخليق الحموض الدهنية. حقيقة خروج الستريت إلى السيتوزول إلى العصارة الخلوية يعطي رسائل متعددة ووظائف متعددة. الرسالة الأولى هي أن هذه الخلية عندها فائض يجب أن يتم تخزينه، هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية سنجدها عندما نتحدث عن تنظيم تخليق الحموض الدهنية والدهون وأيضا أشياء أخرى. الرسالة الأخرى المهمة أن الستريت عندما يخرج إلى السيتوزول يثبط الجلوكوز، تحلل الجلوكوز، أكسدة الجلوكوز في بعض الأنسجة وليس في جميعها، في بعض الأنسجة يثبطها، دلالة على أن يجب عدم استخدام مزيد من الجلوكوز لأننا لسنا بحاجة. يعني مثلا في الخلية العضلية عندما تنتهي من خزن الجليكوجين وهي لا تتحرك أو لا تقوم بأي نشاط، تكون حلقة كريبس عندها مثبطة وبالتالي فهي لا تحتاج مزيد من الجلوكوز. يخرج الستريت فيثبت تحلل السكر، وهي رسالة إلى العضلات بأن لا تستقبل الجلوكوز مرة أخرى وتتركه في الدوران للخلايا الأخرى التي تحتاجه أو التي ستقوم بخزنه على شكل جليكوجين أو على شكل تراي أسايل غليسيرول. هذه وظيفة أخرى للستريت. الستريت سنجد أنه ينشط الإنزيم الرئيس في تخليق الحموض الدهنية. الستريت سنجده يتحول إلى أوكزالو أسيتيت، والأوكزالو أسيتيت يتحول إلى مركب آخر سيعطينا ناد بي اتش، التميم المطلوب لتخليق الحموض الدهنية. إذن هناك عدة وظائف ورسائل لخروج الستريت خارج المتقدرات. قد تبدو هذه اللوحة للوهلة الأولى معقدة، ولكن وكعادتنا تعالوا نجزئها لنفهم الحكاية. لاحظ أن هنا الجلوكوز وفي النهاية لدينا البالميتيك، البالميتيك أسيد C16 دون روابط مضاعفة هو الحمض الدهني الرئيس في
الجسم، وحقيقة هو الوحيد الذي نخلقه داخل الجسم ضمن جملة تخليق الحموض الدهنية. نحن نخلق الحموض الدهنية الأخرى بدءا من البالميتات، من البالميتات نحوله إلى أي حمض دهني آخر نريده، لكن مكنة تصنيع تخليق الحموض الدهنية تخلق البالميتات. من ماذا؟ من الجلوكوز. انظر إلى الجلوكوز هنا، هذا سبيل تحلل السكر كما تعرفه، تحلل السكر ينتهي بالبايروفيت، البايروفيت يدخل إلى المتقدرات ويتحول بهذا الإنزيم بايروفيت دي هيدروجينيز كومبلكس إلى أستيل التميم ألف. أستيل التميم ألف المصير الأول له أن يدخل إلى حلقة كريبس، لكن تحدثنا منذ قليل أن حلقة كريبس في هذه الحالة هي إلى حد كبير مثبطة، وبالتالي سيتراكم الستريت فنخرجه إلى السيتوزول. انتبه إلى هذا الناقل، يخرج الستريت يدخل بدلا منه الماليت، هذا الناقل لا يمكن أن يخرج ستريت بدون ماليت، وبالتالي يجب أن يكون لدينا آلية لتوفير الماليت خارج السيتوزول، وهو ما سنجده هنا. انظر الستريت سيتحول إلى أوكزالو أسيتات وأستيل تميم ألف بإنزيم يدعى ATP dependent citrate lyase، الإنزيم الشاطر أو الذي يشطر الستريت فيعطيني أوكزالو أسيتات ويعطيني أستيل تميم ألف. لننتهي حاليا من هذا الخط الأخضر أستيل تميم ألف بإنزيم أسيتايل كو اي كاربوكسيليز يتحول إلى مالونين التميم ألف، نستخدم واحد أسيتيل وسبعة مالونيل ونصنع البالميتات باستخدام التميم ناد بي اتش كتميم مرجع أو مختزل. هذا سنأخذه بالتفصيل بعد قليل، لكن دعنا نرى ما الذي يحدث هنا. أوكزالو أسيتيت بإنزيم ماليت دي هيدروزينيز يتحول إلى الماليت. هذا الماليت لديه احتمالين، إما أن نعيد إدخاله من جديد لنخرج بدلا منه الستريت وهذا ما يحدث في الغالب، أو إذا كان لدينا نقص في الناد بي اتش سيدخل إنزيم يدعى المالك إنزيم. مالك إنزيم هذا الإنزيم يحول الماليت إلى بايروفيت عن طريق نزع الهيدروجين وتميمه ناد بي اتش، يعني أنه أنتج لدينا التميم الذي نحتاجه لعملية التخليق. ولكن حقيقة معظم الناد بي اتش الذي نحتاجه نحصل عليه من البنتوز فوسفيت باثوي الذي هو شكل من أشكال أكسدة الجلوكوز الذي يبدأ بالجلوكوز وعبر سلسلة كبيرة من التفاعلات يعطيني خلالها ناد بي اتش ويعطيني الفركتوز 6 فوسفيت الذي يمكن إعادة تحويله إلى جلوكوز 6 فوسفيت. هذا ستأخذه في محاضرة لاحقة في مكان آخر. أما هنا إذن خروج الستريت أيضا انتبه وفر لنا الناد بي اتش وبنفس الوقت أعطانا الماليت الذي يمكن أن ندخله إلى داخل المتقدرات ليتحول إلى ألفا كيتوغلوتاريت، والذي يمكن أن يخرج أيضا هنا الألفا كيتوغلوتاريت أو يدخل حسب الناقل الموجود هنا. من الأشياء المعروفة أيضا أن الستريت في السيتوزول يمكن أن تتحول إلى آيزوستريت. إنزيم الآيزوستريت دي هيدروجينيز، وانتبه إلى أن نفس الإنزيم موجود داخل المتقدرات لكن داخل حلقة كريبس، لكن في حلقة كريبس تميمه هو الناد اتش لأنه مرتبط بالأكسدة، أما هنا فتميمه هو الناد بي وبالتالي يعطيني أيضا ناد بي اتش الذي نستخدمها لتشكيل البالميتات. هذا الايزوستريت عندما نخضعه لنزع الهيدروجين يتحول الى الفا كيتوغلوتاريت، يدخل الفا كيتوغلوتاريت من هنا ليخرج بدلا منه ايضا الفا كيتوغلوتاريت من داخل المتقدرات القادم من الماليت او اي ناقل اخر او مكان اخر. نظرة عامة، حاول دائما أن تجزئ أي شكل أمامك لتستطيع أن تفهم اللوحة العامة أو الصورة العامة. بالمحصلة نتيجة كل هذا الشكل المعقد والآليات وإلى آخره، ما الذي يجري؟ حقيقة يجري أمران مهمان جدا. الأمر الأول هو أنني وفرت
وحدة البناء للحموض الدهنية وهو أستيل التميم ألف، نقلته من المتقدرات إلى العصارة الخلوية. والأمر الثاني أني وفرت ناد بي اتش كتميم، التميم الذي نحتاجه في عملية تخليق البالميتات. الآن أصبحت الأسيتات الفعالة استالكو اي موجود في العصارة الخلوية. ماذا نحتاج بعد ذلك؟ أكيد أنك تعرف أننا سنحتاج إلى الإنزيمات والتمائم. ما هي الإنزيمات التي نحتاجها؟ إنزيم الأول أسيتايل كو إي كاربوكسيليز وإنزيم الفاتي أسيد سينسيز. هذا الإنزيم ليس إنزيما واحدا وإنما هو جملة معقدة من الفعاليات الإنزيمية سندرسها بعد قليل. تعالوا نتعرف الآن على دور أسيتايل كو إي كاربوكسيليز والذي، وقبل أن أدخل في تفاصيله ولا تنسى هذه النقطة، هذا الإنزيم هو الإنزيم المحدد لمعدل تخليق الحموض الدهنية، Rate Limiting Enzyme. ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا كان هذا الإنزيم منشطا فاعلا فستجري العملية كلها فيما بعد، كل ما سنتحدث عنه في هذه المحاضرة سيتم، وبالتالي سأخلق تريأسار جليسيرول. إذا ثبطنا توقفت كل العمليات اللاحقة تماما. هذا هو الإنزيم الذي نسميه Rate Limiting Enzyme أو الإنزيم المحدد لمعدل التفاعلات أو لمعدل العملية التخليقية أو الأكسدية مهما تكن للسبيل الذي يدخل فيه هذا الإنزيم. إنزيم كاربوكسيليز، لابد وأنك درست الفيتامينات. ما هي التمائم المطلوبة لإنزيم الكاربوكسيليز؟ هذه الأشياء مهمة لتفهم ماذا ينتج عن عوز الفيتامينات، ماذا ينتج عن عوز فيتامين مثل بي واحد. ستجد أن كريبس ستتأثر، ستجد أن حلقة كريبس، أن أكسدة الحموض الدهنية ستتأثر. تجمع هذه المعلومات وبالتالي تعرف ما هو العضو الأكثر تأثراً. إذا تثبطت حلقة كريبس، أي من أعضاء جسمك سيتأثر مباشرة وبشكل أسرع وبالتالي سيعطيني الأعراض والعلامات المرضية لعوز هذا الفيتامين. هذه الأمور يجب أن تناقشها مع كل دراسة سبيل استقلابي وتربطها مع ما درسته في الفيتامينات. لنعود الآن إلى إنزيم الكربوكسيليز. أكيد أنك تذكرت أن كل إنزيمات الكربوكسيليز تحتاج إلى فيتامين البيوتين، تحتاج إلى المنغنيز، وتحتاج إلى الATP والبيكربونات. هذه العناصر كلها مطلوبة لإجراء تحويل أسيتيل التميم ألف ثنائي الكربون إلى مالونيل التميم ألف، ثلاث ذرات كربون وداي كربوكسيليك أسيد. هذا هو مالونيل التميم ألف والذي يتم إنتاجه من أسيتيل التميم ألف عبر أسيتايل كو إي كربوكسيليز بوجود البيوتين، بوجود المنغنيز الذي يسمح بارتباط المركبات الشحنات السالبة مثل الكربونات مع الإنزيم، وأيضا الATP مطلوب هنا و ينتج ADP زائد BI. إذن هنا أنا دفعت أول ATP في عملية التخليق عندما حولت أسيتيل التميم ألف إلى مالونيل التميم ألف. هذا هو الإنزيم، وأكرر مرة أخرى، هذا الإنزيم هو Rate Limiting Enzyme، أي أن إذا كان البيوتين غائبا لن تحدث هذه العملية ولن أخلق الدهون. يعني بشكل أو بآخر يمكن أن ترتفع السكريات بالدم بعد الطعام لأنني لن أستطيع أن أخلقها أو أحولها إلى حموض دهنية، وبالتالي لن أستطيع خزنها بعد أن أملأ المخزون من الجليكوجين. مرة أخرى تعود الأشكال المعقدة. لا يا سيدي، ليست معقدة ولا من يحزن، تعال نحللها.
هذا الشكل الذي أمامك هو عبارة عن مجموعة فعاليات إنزيمية، 8 فعاليات إنزيمية وبروتين معها، تكون مرتبطة فيما بينها ضمن معقد واحد يسمى فاتي أسيد سينسيز مالتي إنزيم كومبلكس، معقد سينسيز الحموض الدهنية متعدد الإنزيمات. إذا من اسمه متعدد الإنزيمات فله عدة فعاليات إنزيمية. 8. الأسايل كارير بروتين ليس له فعالية إنزيمية وإنما له دور مهم جدا في عملية التخليق. انظر هنا، الناتج النهائي هو البالميتات 16 ذرة كربون بدون أي رابطة مضاعفة. ما هي هذه الفعاليات الإنزيمية؟ تعالوا نتابعها. أول واحد كيتو أسايل سينسيز مخلقة الأسيل الكيتوني، أسيتايل ترانسفيريز واضح من اسمها أنها تنقل الأسيتيل، مالونيل ترانسفيريز ناقلة المالونيل، هيدراتيز تضيف الماء أو تنزع الماء، إينويل ريدكتيز أي أنها تختزل ترجع مركب إينولي وهو يكون أسيل إينولي، كيتو أسايل ريدكتيز مختزلة الأسيل الكيتوني الذي شكل هنا الأسيل الكيتوني. هذا هو البروتين الحامل للأسيل أسايل كارير بروتين. هذا الإنزيم ثايو استيريز أو نازعة الأسيل دي أسايليز. هذه هي الفعاليات الإنزيمية. سأتحدث عن بضعة نقاط هنا لنفهم ما سيأتي. النقطة الأولى، عند البكتيريا هذه الإنزيمات موجودة كلها ولكن منفصلة، كل إنزيم في مكان. هل يمكن أن تتخيل السرعة التي تجري بها التفاعلات إذا كان كل إنزيم من هذه الإنزيمات منفصلا لوحده في العصارة الخلوية؟ ستأخذ زمنا معين لنفترض X، مهما يكون هذا الزمن لن ندخل في الأرقام، X زمن. طيب هل هذا الزمن سيكون أقل لو رتبنا هذه الإنزيمات بهذا الشكل بجانب بعضها البعض أم تركناها كل واحدة في مكان، كل فعالية إنزيمية في مكان؟ بالتأكيد عندما نرتبها بهذا الشكل تكون أسرع، ولذلك في الإيوكاريوت في حقيقيات النواة في أجسامنا نحن سنجد أن هذه الإنزيمات موجودة في معقد واحد وبجانب بعضها البعض. اتفقنا؟ طيب. الآن كيتو أسايل، الكلمة التي تتردد هنا كثير أسيل أسيل أسيل، ماذا نعني بالأسيل؟ أي حمض يكون مرتبطا بشيء ما نسميه أسيل. فإذا كان هذا الحمض هو الأسيتيك أصبح اسمه أسيتيل، إذا كان مالونيك هو مالونيل، إذا كان بالميتيك هو بالميتيل. هذا تسمية الأسيل. تسمية كيتوني يعني أن هذا الأسيل هذا الحمض يحوي رابطة كيتونية، وأنت تعلم أن الرابطة الكيتونية غير موجودة بالحموض الدهنية. الحموض الدهنية الموجودة لدينا هي حموض دهنية طويلة السلسلة زوجية عدد ذرات الكربون ولا تحتوي على فروع. فإذا عندما أخلق الأسيل الكيتوني يجب أن أزيل هذا الكيتون منه. كيف يحدث ذلك؟ بإنزيم مختزلة الأسيل الكيتوني. الاختزال هنا نستخدم ناد بي اتش فيحيل الأسيل اللي هو سي او الى سي اتش او اتش كما سنرى. سي اتش او اتش يعني اصبح لدينا اينول، اينول اين واول كحول. ما دام لدينا كحول، هل تحتوي الحموض الدهنية على كحول؟ بالتأكيد لا، لذلك نحن نحتاج إلى مختزلة الأسيل إينولي لنعيد الحمض الدهني إلى طبيعته. هذه هي باختصار بعض النقاط المهمة. وظائف الفعاليات الإنزيمية كما ترى، كيتو أسايل سينسيز هي تخلق الأسيل الكيتوني، ناقلة الأسيتيل هي التي تأتي بالأسيتيل إلى هذه الجملة الإنزيمية الفاعلة، مالونيل
ترانس أسايليز أيضا هي التي تأتي بالمالونيل إلى هذه الجملة إلى مصيرها. هيدراتيز يضيف الماء أو ينزع الماء. ريدكتيز كما ذكرنا هي عملية اختزال للإينول. ريدكتيز كيتو أسايل هي عملية اختزال للأسيل الكيتوني. من اسمه أسايل كارير بروتين هو الذي يحمل الأسيل خلال المراحل. وأخيرا نازعة الأسيل هذا الجزء من الفعالية الإنزيمية الموجود جانبا هنا هو لا يقوم إلا بآخر تفاعل عندما يتشكل لدينا البالميتات يقوم بحلمهته عن المعقد الإنزيمي وبالتالي أعطاء البالميتات الحر. وهنا انتبه أننا اسميناه بالميتات أو بالميتك أسيد ولم نسميه بالميتيل لأنه أصبح حرا. بالميتك أسيد هو الشكل العام، البالميتات هو الشكل المتأين أو المتشرد. في كل حمض إذن أصبح لدينا له ثلاث اسميات: التسمية النظامية أسيتك أسيد، مالونيك أسيد، بالميتك أسيد آي سي أو أسيد. إذا تشرد تأين نصبح نضيف له ATA بالميتات بروبيونات أسيتات إلى آخره، جلوتامات من الحموض الأمينية، أسبارتات إلى آخره. عندما يتأين نسميه كما ذكرنا بإضافة الـ AT إلى نهاية الاسم. أما عندما يكون مرتبطا فنضيف YL أسيل لأي حمض، أسيتيل إذا كان الحمض هو الأسيتيل، جلوتاميل إذا كان الجلوتاميل، جليسينيل إذا كان الجلايسين إلى آخره. الآن نقطتان مهمتان أيضا، انتبه إلى هذا الإنزيم لديه حمض أميني سيستينيل، هذا السيستينيل لديه SH كما تعرفون حرة، الـ SH حرة، ثايول السيستئين هي التي تحمل أسيتيل التميم ألف وجذور الأسيل الأكبر التي ستتشكل لاحقا. سنجد بعد قليل أن كل دورة نضيف ذرتي كربون وبالتالي يتشكل أسيل جديد. هذه المتوسطات يحملها المعقد الإنزيمي على الـ SH المرتبطة بالسيستئين المرتبط بمخلقة الأسيل الكيتون. أما الأسايل كارير بروتين فلديه 4 فوسفو بانتيثين. من أين يأتي هذا الفوسفو بانتيثين؟ أيضا من الفيتامينات، من فيتامين البانتوثينيك أسيد الذي هو نفسه يدخل في تشكيل التميم ألف. جزء منه هو SH ثايول. ماذا يفعل هذا الثايول؟ سيحمل المالونيل. إذا انتبه هنا قلنا يحمل أسيتيل وهنا قلنا يحمل مالونيل. إذا أول من سيعمل هو أسيتيل ترانس أسايليز، سيربط الأسيتيل إلى المعقد الإنزيمي، ثم مالونيل ترانس أسايليز سيربط المالونيل إلى الفوسفوبانتيثين. أما أول فعالية إنزيمية تربط بين المتوسطات فهو دور مخلقة الأسيل الكيتوني كيتو أسايل سينسيز. لكن انظر معي، ألا ترى أن هناك بعدا مكانيا ما بين هذا الثايول وهذا الثايول؟ يعني كل ما أردت أن أربط الأسيتيل بالمالونيل يجب أن أضغط هذا المعقد لأقرب الأسايل كارير بروتين إلى هنا أو بالعكس حتى يحدث هذا التفاعل. أيضا هذه عملية تحتاج إلى وقت، وهنا أركز على الوقت لأنني أنا في حالة إما أن أخزن الجلوكوز أو أن يخرج خارج الجسم أو أن يرتفع في الدم وبالتالي يسبب ضغطا حلوليا في الدم وفي البول، يعني لديه مشاكل. فإذا أنا أحتاج للوقت. كيف نحل هذه المشكلة؟ حقيقيات النواة ابتدعت أمرا آخر مختلف، أنني في نفس الوقت أعمل على معقدين إنزيميين كما ترون، هذا الأزرق وهذا الأبيض، هو نفسه نفس الفعاليات، إنما انتبه هذا مقلوب، فأجعل
الأسايل كارير بروتين لأحد المعقدات مقابل كيتو أسايل سينثيز للمعقد الثاني، وهكذا تصبح العملية أيسر بكثير. انظر هنا، أنا أصنع، ستجد بعد قليل هنا أيضا هذا مقابله، سأصنع بعد قليل، سأحضر الأسيتيل وسأحضر المالونيل قريبة إلى هنا، كيتو أثايل سينثيز أصبحت قريبة إلى هنا، لدينا الكيتو أثايل ريدكتيز وهذه الإنزيمات كلها أصبحت في أماكن قريبة ويمكنها أن تصل إلى الركيزة بشكل أسرع، وهذا ما يحدث حقيقة داخل الخلايا. إذن أنا أعمل على معقدين إنزيميين في الوقت ذاته، إنما نصف كل معقد يعمل مع النصف الآخر من المعقد الثاني، ولذلك انظر إلى هذين الخطين المنقطين، هذا يعني الجزء الوظيفي، أن لدينا جزئين وظيفيين، هذا جزء وظيفي وهذا جزء وظيفي، وما الذين يعملان، ولدينا جزئين بنيويين، هذا جزء معقد لوحده وهذا معقد لوحده. هذه الطريقة تجعلني أسرع كثيرا في عملية التخليق وبالتالي في عملية الخزن. الآن كما ألمحنا منذ قليل، أول العمليات هي أن أحضر الأسيتيل والمالونيل، المالونيل الذي خلقته منذ قليل بالكربوكسيليز من الأسيتيل أيضا. ربما نتساءل لماذا طالما سنعود لاستخدامه لماذا نحوله إلى مالونيل؟ حقيقة التعامل مع الـ CH2 تعامل معقد ويحتاج إلى طاقة كبيرة، ولا يمكن أن أنتظر هنا في هذا العملية التخزين، لا يمكن أن أنتظر فعالية إنزيمية تكون ضمنه وتقوم بمفاعلة مع الـ CH2، ولذلك أقوم بتفعيله مسبقا بإعطائه هذه الزمرة الكربوكسيلية التي تيسر حدوث التفاعلات، يعني أنا منحته الطاقة قبل أن أدخله إلى عمليات التفاعلات و عمليات التخليق. أول ما سيقوم بالعمل هنا كما اتفقنا منذ قليل، أسيتيل ترانس أسيتيليز ناقلة الأسيتيل ستربطه مع السيستين الموجود بالكيتو أسايل سينثيز، ثم يقوم مالونيل التميم مالونيل ترانس أسيتيليز بنقل مالونيل التميم ألف إلى ال 4-فوسفوبانتيثين أصبحا متقاربين، يأتي دور الآن كيتو أسايل سينثيز فيقوم بنقل الأسيتيل إلى وربطه مع CH2 الموجودة في المالونيل، وبالتالي سيتحرر CO2. إذن أول منتج ثانوي للعملية هي CO2، والتي لا تنسى أننا أصلا نحن أحضرناها من البايكربونات الموجودة في الدم، والCO2 هنا سيعود إلى الدم ويشكل مرة جديد مع الماء بايكربونات. العمليات متكاملة كلها، الجسم السوي عملياته متكاملة تماما، والمرض هو الخلل في هذه العمليات، في تكامل هذه العمليات. إذن عندما يعمل كيتو أسايل سينثيز، انتبه، سيتشكل لدينا هذا المركب وهو كيتو أسايل. لماذا أسميناه أسايل؟ لأنه مرتبط. لماذا كيتو؟ لأنه لدينا هذه الزمرة الكيتونية. هل سنبقيها؟ بالتأكيد لا، هي ليست جزء من الحموض الدهنية. كيتو أسايل سينثيز، ابحث في هذه الأنزيمات، هذه الأنزيمات الثلاثة عملت، قامت بعملها. من هذه الخمسة من الذي سيعمل الآن؟ بالتأكيد كيتو أسايل ريدكتيز. طالما ريدكتيز سيحتاج إلى التميم ناد بي اتش، ويقوم بإرجاع هذه الزمرة الكيتونية باستخدام ناد بي اتش إلى كما تشاهد سي اتش او اتش. هذا الشكل هيدروكسي فاتي أسيد. هل الهيدروكسي فاتي أسيد هو من خصائص الحموض الدهنية أو من خصائص البالميتات؟ بالتأكيد لا، يجب التخلص من الهيدروكسي. عادة الجسم يتخلص من الهيدروكسي بعملية على مرحلتين. المرحلة الأولى هي نزع الماء كما تشاهد الـ OH من هنا والـ H من هنا، فيصبح لدينا إين
إينويل، هذا الإين رابطة مضاعفة وتنتج الماء، إذن الماء أيضا منتج ثانوي. انتبه، لو عدنا إلى تفاعل الكربوكسيليز نجد أننا استخدمنا البايكربونات HCO3 لإنتاج المالونيل التميم الألف. الآن ماذا أعدنا لها؟ CO2 وH2O، إذا خرج إلى الدم سيتحول مرة أخرى إلى البايكربونات. هكذا تكون العمليات متكاملة داخل الجسم الحي السوي. الآن هذه الرابطة المضاعفة هل هي من خصائص البالميتات؟ بالتأكيد لا، وبالتالي يجب أن نحذفها. كيف نحذفها؟ سيقوم الإنزيم الأخير إينويل ريدكتيز بعملية الإرجاع بوساطة ناد بي إتش، وجود التميم ناد بي إتش، والآن أصبح لدينا هذا الأسيل المكون من 4 ذرات كربون. إذن حدثت 4 تفاعلات، حصلنا على 4 ذرات كربون. هذه دورة من الدورات التي نقوم بها في هذه الجملة المعقدة. كل هذه الدورة ستتكرر عدة مرات حتى نصل في النهاية إلى تشكيل البالميتات. هذا المتشكل الآن يبقى مرتبطا مع الفوسفوبانتوثين. الآن العملية اللي بعدها، الدورة التي تأتي لاحقا، نقوم بنقل هذا الجزء الذي تشكل إلى الاس اتش الخاص بالسيستين لنضيف مالونيل آخر من جديد، وهكذا تستمر الدورات حتى نحصل في النهاية على البالميتيت. طيب الآن انتبه، كم كل دورة نضيف ذرتي كربون، كم دورة نريد لنحصل على 16 ذرة كربون إذا بدأنا من الصفر؟ برأيك كم دورة؟ حاول أن تعرف كم دورة، وكم مالونيل ستستخدم، وكم أسيتيل ستستخدم. أسيتيل سنستخدمه مرة واحدة فقط، أما مالونيل فكل دورة ستحتاج فيه إلى مرة، إلى مالونيل واحد. عدد دورات، إذا كانت أول دورة تعطيني 4 ذرات كربون، ثاني دورة كم ذرة تعطيني؟ أحسبها، 6، ثالثة 8 ذرات، وهكذا سنجد أننا نحتاج إلى 7 دورات حتى نحصل على البالميتات. ما المقصود ب7 دورات؟ يعني ستتكرر التفاعلات الأربع التي ذكرناها منذ قليل، ستتكرر 7 مرات. عملية نقل المالونيل، ربط المالونيل بالأسيتيل وإنتاج CO2، استخدام ناد بي إتش لإرجاع الكيتو أسايل، استخدام الهيدراتيز بنزع الماء لتحويل إلى الشكل الإينولي، وأخيرا إرجاع الشكل الإينولي باستخدام ناد بي إتش. يعني أنني كل دورة أنتج 1 CO2، 1 ماء، وأستهلك 2 ناد بي إتش بالإضافة إلى 1 مالونيل. طالما قلنا أن كل دورة 2 ناد بي إتش ولدي 7 دورات، فكم ناد بي إتش أحتاج؟ 14 بالتأكيد. كل مرة أنتج CO2 وماء، وبالتالي سينتج لدي 7 ماء و7 CO2. هذا هو التفاعل الإجمالي حتى الآن. أسيتيل التميم ألف واحد، 7 مالونيل، 14 ناد بي إتش و14 إتش، ويعطيني 7 CO2، 7 ماء، 14 ناد بي، لأن أخذنا الهيدروجينات وحمض البالميتيك كما تشاهدون هنا. انظر الآن إلى هذه الفعاليات واللوحة التي أمامك. ما هي الفعالية الإنزيمية التي لم تعمل حتى الآن؟ لم تساهم في العملية؟ إذا كنت قد اخترت الثايوستيريز فأنت محق، وحقيقة هي آخر من يعمل في هذه الجملة المعقدة، ويستخدم 1 من جزيئات الماء الصادرة ليقوم بحلمهة البالميتيل عن الجملة ليعطيني البالميتيك.
هذا البالميتات نستطيع منه أن نكون الحموض الدهنية الأخرى كما سنرى بعد قليل. من أين أحصل على هذا الناد BH؟ وما هي وظائفه الأخرى؟ كما ذكرنا بشكل رئيسي بالبنتوز شانت أو الهكسوز مونوفوسفيت باسوي، إنزيم المالك إنزيم الذي تحدثنا عنه منذ قليل، والأيزوستريت ديهايدروجينيز الموجودة في العصارة الخلوية. الحقيقة الناد بي اتش له وظائف كثيرة كما تجدون أمامكم، التخليق الإرجاعي، تخليق الحموض الدهنية، تخليق الاسترويدات، الاسترولات، نزع تشبع الحموض الدهنية سنحتاجه بعد قليل، أيضا أنظمة السيتوكروم بـ 450 ووظائفها في تخليق الاسترويدات ونزع السمية، مختزلة الجلوتاثيون، نحن نعلم أن الجلوتاثيون مهم جدا في حماية الكريات الحمراء والأغشية الخلوية من الأكسدة، و مرض الفوال سببه نقص في إنتاج الناد بي اتش كما سترى عندما تدرس البنتوز فوسفيت باثوي. الآن هذا هو الحمض الدهني الذي خلقناه منذ قليل بالميتات 16-0، ما هي مصائره؟ هل سنبقيه بالميتات كما هو؟ طبعا أول فعل نقوم به هو تفعيل هذا الحمض الدهني، وتفعيله يعني ربطه بالتميم ألف الذي يشتق من البانتوثينيك أسيد من الفيتامينات. أيضا البالميتات هنا يحوله إلى البالميتويل كو إيه باستخدام التميم ألف وباستخدام ATP. انتبه على أنني الطاقة التي أحتاجها هنا أقوم أو أحصل عليها من حلمهة الATP إلى AMP زائد BI. عندما أريد أن أحول AMP إلى زائد BI إلى ATP سأحتاج إلى 2 ما يعادل 2 ATP مرة أخرى، لأن AMP إلى ADP وADP إلى ATP، وبالتالي تفعيل أي حمض دهني يكلفني ما يعادل 2 ATP. صحيح أنني أحلم هنا رابطة واحدة فقط من الـ ATP، لكنني أحصل على الـ BBI هنا، عفوا BBI وليست BI، BBI البايروفوسفيت. هذا البايروفوسفيت هنا مفيد جدا لأن حلمهته ويتحلمه بسهولة مباشرة، فيعطي الـ BI الفوسفيت غير العضوية. هذه حلمهة البي آي هنا تسمح باستمرار التفاعل بهذا الاتجاه من البالميتات باتجاه التفعيل، لأنه لو تراكم هنا، لو حولنا هنا إلى ADP وتراكم الADP سيتوقف التفاعل بعد قليل، أما حلمهة البي بي آي فستسمح للتفاعل بالاستمرار بهذا الشكل ولمدة طويلة. أصبح لدينا كما تشاهدون بالميتولكو A، أي أن لدي حموض دهنية كثيرة 16 كربون بدون روابط مضاعفة. هل هذا كل ما أحتاجه من الحموض الدهنية؟ بالتأكيد لا، لدي حاجة لأنواع أخرى من الحموض الدهنية، أنواع أطول، أنواع لديها روابط مضاعفة غير مشبعة، وبالتالي هناك مصائر أخرى للحموض الدهنية التي خلقناها. المصير الأول أن أقوم بالإلونجيشن الإطالي فأحصل على الحموض الدهنية التي أحتاجها ما بين 18 و 24. يا ترى أي نسيج في الجسم ستجد أنه يحول البالميتات إلى 24 ذرة كربون؟ أي نسيج في الجسم يحتاجه أكثر من غيره؟ أي نسيج في الجسم سيحتاج إلى هذه الإطالة أكثر من غيره؟ سأدع لك الجواب لتفكر فيه. إذن المصير الآخر للحمض الدهني هو أن أحوله إلى حموض دهني أطول، لكن أنا بحاجة ليس فقط إلى حموض دهنية أطول، بحاجة إلى حموض دهنية مضاعفة غير مشبعة تحتوي على روابط مضاعفة، وهذا ما تقوم به عملية الديساتوريز. ولدي عدة أنظمة سيستمز موجودة داخل الخلية ولن ندخل في تفاصيلها على الإطلاق، لكن يكفي أن تعرف أن لدي دلتا 9، أي أنها تدخل الرابطة المضاعفة في الموقع 9، ودلتا 5 ودلتا 3 إلى آخره من هذه الأنظمة، هدفها هو الحصول على مجموعات متعددة من البولي أنساتوريتد فاتي أسيد حسب ما يحتاجه الإنسان. لكن انتبه أن الإنسان لا يستطيع
إدخال رابطة مضاعفة ما بين الرابطة الموجودة والنهاية أوميجا، أي أن إذا حصلت على حمض دهني من خارج الجسم وكان أوميجا 3، كل أنظمة الجسم لا تستطيع إدخال رابطة مضاعفة ما بين CH3 وموقع هذه الرابطة، وبالتالي ستبقى السلسلة أوميجا 3، والأوميجا 6 ستبقى أوميجا 6، والأوميجا 9 ستبقى أوميجا 9. ولهذا السبب أصبح لدى الإنسان حاجة لحمضين دهنيين ضروريين تغذويا، لأنه لا يستطيع تخليقهما داخل الجسم. المصير الأخير لكل هذه الحموض المخلقة، سواء البالميتات أو المطولة أو منزوعة التشبع، كلها أيضا يمكن أن تدخل إلى الأسترة. الأسترة إما للتخزين أو الأسترة للشحميات البنيوية، لشحميات الغشاء، لشحميات النسيج الدماغي، النسيج العصبي إلى آخره، مما نحتاجه في الجسم، شحميات فوسفورية وغيرها من الشحميات المعقدة. حصلنا الآن على الحمض الدهني وفعلناه بإضافة إلى التميم ألف. الآن المرحلة الثانية هي توفير الجليسيرول 3-فوسفات كما ذكرنا سابقا. هذا هو الجليسيرول 3-فوسفات. حقيقة في الجسم أستطيع الحصول على الجليسيرول 3-فوسفات بطريقين. الطريق الأسرع والأيسر والأسهل هو أن أحول الجليسيرول إلى جليسيرول 3-فوسفات بإنزيم جليسيرول كاينيز. الطريقة الأخرى التي ذكرناها في تحلل السكر، جلوكوز داي هيدروكسي استون فوسفات عن طريق جليسيرول 3 فوسفات دي هيدروجينيز، يعطيني جليسيرول 3 فوسفات. إذن إما أن أخذ الجليسيرول وأحوله إلى جليسيرول 3 فوسفات، وقد مرت معك في دراسة هضم وامتصاص الشحميات داخل الخلية المعوية، أو أن أقوم باشتقاق الجليسيرول 3-فوسفات من الجلوكوز. ولا تنسى هنا أننا نتحدث عن حالة إطعام، وبالتالي الجسم لديه كمية كبيرة من الجلوكوز. الجليسيرول كاينيز لا يمكن أن يوجد في النسيج الشحمي على الإطلاق، لا يتوافق مع الحياة أن يوجد الجليسيرول كاينيز مع النسيج الشحمي، هو موجود فقط في الكبد ويمكن أيضا في الأمعاء إلى حد ما، لكن الطريق الآخر موجود في معظم الأنسجة، نسيج الشحمي ولا في الكبد. حاول أن تفكر وتعرف لماذا. الآن أصبح لدينا الجليسيرول 3-فوسفات، ماذا بقي لدينا من عمليات؟ العملية الأخيرة هي الأسترة. ما المقصود بالأسترة؟ المقصود بالأسترة هو ربط الحمض الدهني المفعل مع الجليسيرول المفعل برابطة استيرية، وهو ما تقوم به إنزيمات ناقلات الأسيل. انتبه إلى أن الأنسولين ينشط ناقلات الأسيل هذه، يعني ينشط الأسترة، والأنسولين يرتفع بعد الطعام، والأنسولين يؤثر على دخول الجلوكوز إلى النسيج الشحمي، وبالتالي ينشط هذه العملية. وسنجد أن الأنسولين أيضا ينشط عملية تخليق الدهون وتحلل السكر وإلى آخره، وبالتالي يسمح للنسيج الشحمي بعمليات الخزن، ويسمح للكبد بإجراء عمليات الخزن. عملية الأسترة تتم على مراحل كما ترى أمامك: نقل الأسيل إلى الموقع الأول فيصبح لدينا واحد أسيل جليسيرول 3-فوسفات، ثم إلى الموقع الثاني فيصبح لدينا الفوسفاتيديك أسيد. هذا الفوسفاتيديك أسيد الذي تحدثنا عنه في الفصل الأول أو في محاضرة أخرى، وقلنا أنه أبو الشحميات الفوسفورية. حقيقة منه تنطلق عمليات تخليق التراي أسايل جليسيرول كما نشاهد هنا بنزع الفوسفات ومن ثم إضافة الأسيل لنحصل على التراي أسايل جليسيرول فوسفات، أو تشكيل الشحميات الفوسفورية، كلها تنطلق من الفوسفاتيديك أسيد. ولذلك نسمي هذا السبيل لتخليق التراي أسايل جليسيرول سبيل الفوسفاتيديك أسيد، فوسفاتيديك أسيد باثوي، وهو ما أيضا مر معنا في الخلية المعوية بعد الهضم والامتصاص. السبيل الآخر لتخليق التراي أسايل جليسيرول أين يوجد؟ في الخلية المعوية فقط،
وقد ذكرناه في محاضرة الهضم والامتصاص، وهو يبدأ ليس من الجليسيرول 3 فوسفيت، يبدأ من 2 أحادي أسيل الجليسيرول، 2 أحادي أسيل الجليسيرول الذي ينتج عن هضم التراي أسيل الجليسيرول القادم مع الغذاء. نضيف له الأسيل فيتحول إلى 1-2 داي أسيل الجليسيرول، أيضا أسيل تراي أسيل الجليسيرول. إذن باختصار الجليسيرول كاينيز كبدي فقط، ولا يمكن أن يوجد بالنسيج الشحمي لأنه يؤدي إلى موت الشخص، وعليك أن تعرف لماذا. الطريقة الأخرى للحصول على الجليسيرول 3 فوسفيت هي من الجلوكوز بعملية تحلل السكر، فرع من تفاعلاتها، وينشطها الأنسولين الذي ينشط أيضا عمليات نقل الأسيل كلها، والتي تتم إما عبر سبيل الفوسفاتيديك أسيد الذي يحدث في كل خلايا الجسم ممكن، أو عن طريق سبيل 2 مونو أسايل جليسيرول الذي يحدث في الخلية المعوية فقط. الآن خلقنا هذه التراي أسايل جليسيرول في النسيج الشحمي، سأتحدث عنه، وفي الكبد بشكل رئيسي، في الأماكن الأخرى أيضا موجود لكن بكميات قليلة، إذا كان في غدد الثدي فهو ليتم إفرازه في الحليب للأرضاع. لكن ما مصائر التراي أسايل جليسيرول التي نخلقها في الكبد والنسيج الشحمي؟ بالتأكيد في النسيج الشحمي مصيرها الخزن، أما بالكبد فيحولها كما ذكرنا أيضا في محاضرة سابقة في البروتينات الشحمية إلى VLDL، ويصدرها إلى الدوران ليقوم النسيج الشحمي بقبضها وخزنها أيضا، والأنسجة خارج الكبدية طبعا باستثناء الدماغ الذي لا تصله VLDL حتى الآن، ليست لدينا معلومات مؤكدة أنها تصل إلى الدماغ. هذه العمليات كلها نسميها تخليق الدهون Lipogenesis، والتي لا تتم أبدا بشكل عشوائي وإنما بشكل منظم. التنظيم نوعان هنا، تنظيم تفارغي وتنظيم تعديلات التساهمية. التنظيم التفارغي هو تنظيم قصير الأمد ويعتمد على ظروف الخلية نفسها، أما التعديل التساهمي فيعتمد على حالة الجسم ككل، وهو يعتمد على الهرمونات. الآن لو تذكرت ما تحدثنا عنه من بداية المحاضرة ستستنتج فورا أن السيتريت يفعل هذا الإنزيم، والذي هو أسيتايل كو إي كاربوكسيليز كما تحدثنا سابقا أيضا. كيف يفعل؟ حقيقة يكون هذا الإنزيم بشكله المعطل على شكل مثنويات كما تشاهدون، وحيدات مثنوية. الستريت يعمل على ربطها وتقاربها لتصبح بشكل معقد متعدد الوحيدات وفاعل ويبدأ عمله. لكن انتبه، الخطوة التي ستحدث خلال الصيام هو أن النسيج الدهني سيحرر الحموض الدهنية التي لديه ليستخدمها الجسم كمصدر للطاقة، فترتفع الأسايل كو إيه، يعني الحموض الدهنية طويلة السلسلة. حموض دهنية طويلة السلسلة ماذا تفعل بهذا الإنزيم؟ تثبطه، وهذا ما يضمن لنا أن الخلية لن تقوم بتخليق الحموض الدهنية على حساب السكريات إلا إذا كانت فائضة وفاض الستريت، وأيضا ستضمن لنا أنه لن يتم تخليق الحموض الدهنية في حالة الصيام لأن أسايل كو إيه سيثبطها. وفي الحالتين أنا أحفظ الجلوكوز بعد الطعام، أحفظ الجلوكوز بتحريض خزنه على شكل تراي أسايل جليسيرول، وخلال الصيام أحفظ الجلوكوز بمنع تحويله إلى حموض دهنية عن طريق تثبيط تخليق الحموض الدهنية. أما التعديلات التساهمية فتعتمد بالأساس على الهرمونات وتنظم العملية حسب وفق حالة الجسم ككل. لنفهم هذه القضية، وقد سبق أن شرحنا مثيلة لها في تحلل السكر، أكتف كاربوكسيليز يعني الفعالة، الإناكتف كاربوكسيليز تكون مفسفتة. كيف نفسفتها؟ كيف نحولها من اكتيف الى ان اكتيف؟ عن طريق بروتين كاينيز يدعى سايكليك ام بي ديبندنت بروتين كاينيز او البروتين كاينيز اي.
وهو معتمد على سايكليك اي ام بي. ماذا يعني انه معتمد على السايكليك اي ام بي؟ اي انه لا يكون فاعلا الا بوجود السايكليك اي ام بي. من اين نحصل على السايكليك اي ام بي؟ من الاي تي بي بانزيم ادينيليل سايكليز، محلقة الادينيليل. كيف نتخلص من السايكليك اي ام بي؟ بانزيم يدعى الفوسفوداي استريز، يحولها من الشكل الحلقي الى الشكل غير الحلقي، النكليوتيد اي ام بي 5 فتحة اي ام بي. الان طيب تعالوا ناخذ حالة الصيام. حالة الصيام برأيك هل يجب أن نقوم بتخليق الدهون في حالة الصيام في النسيج الشحمي مثلا من السكريات أو حتى في الكبد من السكريات؟ تأكيد لا. كيف تصل الرسالة إلى الخلايا الكبدية والخلايا الشحمية؟ في الصيام سيرتفع هرمون الأدرينالين والجلوكاجون. ماذا سيفعل؟ أدرينالين ونور أدرينالين جلوكاجون سينشط الأدرينيليل سايكليز، ستزداد السايكليك إم بي، ستتنشط هذه البروتين كينيز، سيتحول الأكتف كاربوكسيليز ستايلكو إي كاربوكسيليز إلى الشكل غير الفعال، ستتوقف العملية من جذورها. وإذا كانت عملية موجودة أصلا فإن الأدرينالين ونور أدرينالين سينشط تحلل الدهون من النسيج الشحمي، سيزداد أسيل التميم ألف حموض دهنية طويلة السلسلة، وبالتالي سيتحول شكل فاعل إلى شكل غير فاعل. واضح؟ هكذا تسير الأمور. الآن انتقلنا من حالة الصيام إلى حالة الطعام. هل ستبقى هذه الهرمونات؟ بالتأكيد لا. ما الهرمون الذي سيخرج في حالة الإطعام؟ هو هرمون الإنسولين. برأيك ما الذي سيفعله الإنسولين؟ انظر إلى هذه اللوحة. طالما إنسولين، أول شيء ستتوقف عملية تحلل الدهون، وبالتالي لم يعد موجود حموض دهنية طويلة السلسلة، وبالتالي زال التأثير المثبط للأستايل كاربوكسيليز الذي تمارسه هذه الحموض الدهنية طويلة السلسلة. هذا واحد. اثنين، طالما أن الإنسولين موجود والجلوكوز موجود، يعني في تحلل سكر، في بايروفيت، في كريبس، وكريبس بتكون في هذه الحالة مثبطة، وبالتالي السيتريت مرتفعة، سيتحول الشكل غير الفاعل للإنزيم إلى شكل فاعل بفعل السيتريت. أنا عندي مشكلة هنا، أنا السايكليك اي ام بي موجود وحول الكربوكسيليز معطلة. ما الذي سيفعله الإنسولين هنا؟ أول ما سيفعله هو سينشط الفوسفوداي استريز، وبالتالي إذا كان لدينا سايكليك اي ام بي سيلغيها، لم يعد هناك دور للبروتين كينيز، إذن لن يحول هذا الإنزيم الشكل الأكتف إلى إنأكتف، لكن بقي لدينا الشكل الإنأكتف موجودا. الإنسولين يحفز البروتين فوسفاتيز لينزع الفوسفات من هنا ويعيده إلى الشكل الفاعل، والمحصلة هو أن يزيد من عملية تخليق الدهون. هذا إضافة إلى أن الإنسولين كما ذكرنا منذ قليل يزيد دخول الجلوكوز إلى النسيج الشحمي، يزيد تحلل السكر، يزيد من احتمال توفير الجليسيرول 3 فوسفات و المتطلبات الأخرى ند بي اتش، حتى أن الإنسولين ينشط البنتوز فوسفيت بسوي ويزيد تشكيل ند بي اتش. إذن الإنسولين سيقوم بكل هذه الوظائف مع بعضها. أرجو أن تكون الآن الصورة واضحة تماما. الآن هناك شكل آخر من أشكال التنظيم، وهو شكل مديد، شكل طويل الأمد على مدى الأيام والأشهر والسنين، وهي مرتبطة بالتطور والتأقلم مع الظروف. إذا كان الشخص يأكل سكريات كثيرا فيجب أن تكون لديه هذه الفعاليات، فعاليات التخليق يجب أن تكون أكبر من شخص آخر لا يتناول السكريات. هذا ما يقوم به أيضا الهرمونات، لكن على مستوى الجين إكسبريشن، التعبير الجيني، وتعديل التعبير الجيني زيادة أو نقصانا للإنزيمات المختلفة المساهمة في هذه العملية. هذا الذي ذكرناه هو تخليق الدهون. قلنا أننا نخلق الدهون من أجل أن نستخدمها وقت الحاجة. ما هي وقت الحاجة؟ هي وقت الصيام. كيف سنستخدمها؟ عن طريق عملية تبدأ باللايبوليسيس، تحلل الدهون. تحلل الدهون إذن هي حلمها، ونقول هنا من جديد إن الحلمها هي كسر رابطة بإضافة الماء.
حل مهد التراي أسالي جليسرول المخزونة في الجسم بإنزيمات الليباز. إذن الليباز هي استيريز أيضا، هي استيريز لأنها تكسر الرابطة الاستيرية، هي إنزيمات حلمها لأنها تكسر الرابطة الاستيرية بإضافة الماء. ما الذي سينتج لو حلمهنا التراي أسالي جليسرول؟ بالتأكيد جليسرول وثلاثة حموض دهنية. أين يحدث تحلل الدهون؟ أين نخزن الدهون؟ نحن وخاصة الآن مع الجلوس في البيت وكورونا والعوامل الأخرى، والحمد لله يعني كل شيء متوفر والأسعار رخيصة. أين نخزن هذه الدهون؟ سنخزنها في النسيج الشحمي، وبالتالي عملية تحلل الدهون هي العملية الوحيدة التي تحدث في مكان واحد في الجسم بشكل أو بآخر. تقريبا هي العملية الوحيدة التي تحدث في مكان واحد في الجسم. الآن أيضا العصارة الخلوية من النسيج الشحمي، الزمان كما قلنا الصيام، الهدف هو توفير الطاقة وللأنسجة ما عدا الدماغ. حقيقة الآن هناك أبحاث كثيرة تقول أن الدماغ أيضا يستخدم، أو لنقل أن الدماغ يأخذ الحموض الدهنية من الدم، وليس كما كنا نقول إن البلاد برين بارير يمنع دخول الحموض الدهنية بسبب أنها مرتبطة بالألبومين. لكن كمصدر للطاقة يبقى الدماغ لا يستخدم الحموض الدهنية كمصدر للطاقة، وإنما يستخدم الجلوكوز في الأحوال السوية. وعند الصيام المديد فقط لأسابيع يمكن أن يستخدم الأجسام الكيتونية، وبالتالي وظيفة تحلل الدهون تأمين الطاقة لمجموعة كبيرة من الخلايا بالجسم، نستثني منها الدماغ والخلايا الأخرى التي لا تحتوي على متقدرات وبشكل رئيسي الكريات الحمر، وأيضا تزويد الكبد والكلية إلى حد ما بما تحتاجه من طاقة وبعض الركائز لعملية استحداث الجلوكوز. هذه هي التفاعلات ببساطة. نبدأ بتراي أسالي جليسرول لايبيز الذي ينزع حمض دهني من الموقع 3، داي أسالي جليسرول لايبيز يمنع من الموقع 1، مونو أسالي جليسرول لايبيز ينزع من الموقع 3، ننتهي بالحصول على الجليسرول وثلاثة حموض دهنية هي النواتج مع كل جزء. الجليسرول يذهب إلى الدوران، وقلنا منذ قليل أنه يصل إلى الدم حرا، وأيضا هو ذواب في الماء لا مشكلة له، إلى حد ما يستطيع أن يمشي وحده في الدم، لكن الحموض الدهنية تذهب مرتبطة مع الألبومين إلى الدوران، وهي ما تسمى الفري فاتي أسيد. ومرة أخرى نذكر أن الفري فاتي أسيد لا تعني على الإطلاق أنها تسير حرة في الدوران. فري فاتي أسيد تعني أنها غير مؤثرة، وهي في الدم دائما مرتبطة مع الألبومين الذي يقوم بنقلها، ولذلك كنا نقول أنها لا تعبر الحاجز الدماغي الدموي بسبب كبر حجم الألبومين. الآن ما هي مصائر هذه النواتج؟ لنبدأ بالفري فاتي أسيد، كما قلنا تأخذها الأنسجة إما للأسترة للفعاليات التي ترمم الأنسجة، شحميات الأنسجة يعني بنيوية، أو للأكسدة لإنتاج الطاقة، والكبد فقط يحولها إلى أجسام كيتونية كما سنجد في المحاضرة التالية. الآن كما ذكرنا منذ قليل، هل الدماغ يأخذ هذه الحموض الدهنية؟ قلنا لنتفق الآن أنه يقبضها لكن لا يستخدمها كمصدر للطاقة. الكريات الحمر ليس فيها متقدرات، لا تستطيع استخدامها كمصدر للطاقة، ولذلك في الصيام يجب أن نوفر الجلوكوز لهذين النسيجين حكما مهما طال الصيام، وهو ما تقوم به عملية استحداث الجلوكوز التي تحدث في الكبد عادة خلال الصيام. الآن هذا بحث منشور يشير على أنه أصبح الآن مقبولا أن الحموض الدهنية تعبر الحاجز الدماغي الدموي، ولو أن معظم الحموض الدهنية ممكن تخليقها داخل النسيج العصبي، لكن هناك الكثير من الإثباتات على عبور الحموض الدهنية للحاجز الدماغي الدموي ووصولها إلى الدماغ، ربما عبر نواقل خاصة فاتي أسيد ترانسبورتر
بورتر 1 و 4 إلى آخره، لن نأخذ وقتا طويلا، لكن هي مشاريع بحثية تحتاج إلى المزيد من التقصي لمعرفة وفهم آلية قبض الحموض الدهنية من قبل النسيج الدماغي، لأن حقيقة آليتها لا تزال مجهولة حتى الآن. هذا البحث منشور في مجلة فرونتير إن إندوكرينولوجي. الآن لنعود من الجديد، هل توجد أيضا الحموض الدهنية في البلازما غير تلك المرتبطة بالألبومين؟ بالتأكيد هي موجودة داخل البروتينات الشحمية التي درسناها جميعا في محاضرة سابقة. هل هي حرة أم لا؟ أيضا مرة أخرى بمفهوم أنها مؤسترة أم لا. حقيقة معظمها في البروتين الشحمي يكون مؤسترا وليس حرا، ووجود نسب قليلة جدا من الحموض الدهنية الحرة داخل البروتينات الشحمية. ما هو مصير الجليسيرول؟ يذهب معظمه إلى الكبد وكمية قليلة من الكلية، داي هيدروكسي أسيتون، يا أما يتابع تحلل السكر أو يذهب إلى استحداث السكر مستخدما الطاقة القادمة من الحموض الدهنية. الأمر الآخر أن الجليسيرول يذهب إلى الكبد، جليسيرول 3 فوسفيت، الكبد يأخذ أيضا الفري فاتي أسيد من الألبومين ويؤثرها، تراي أسال الجليسيرول يحولها إلى VLDL كما ذكرنا سابقا في بحث البروتينات الشحمية. VLDL تذهب إلى الدوران، تستخدمها الأنسجة الأخرى بواسطة إنزيم اللايبوبروتين لايبيز. تذكر هنا أن حالة الصيام سيزيد فيها تحرير الحموض الدهنية إلى الدوران، وسيزداد أيضا فيها تحرير الحموض الأمينية إلى الدوران، وتزداد فيها الأجسام الكيتونية التي هي أيضا حموض. والحقيقة الكبد من خلال قبضه للحموض الدهنية وتحويلها إلى تراي أسايل جليسيرول بهذا الشكل يحمي الجسم من نقص في البي اتش، وبالتالي دخول في حالة الحماض وأذية الجسم. تنظيم تحلل الدهون، هذا هو السبيل أمامك. أين ننظم؟ هل ننظم في آخر السبيل؟ بالتأكيد لا، التنظيم يكون في أول السبيل، وهذا هو الإنزيم الذي نقوم بتنظيمه. وحقيقة له خاصية مميزة، هو أنه يخضع لتأثير عمل الهرمونات فقط، ليس له آليات تنظيم ألوستيرية أو تفارغية، ولذلك اسمه الهرمون سينسيتيف لايبيز، الليباز الحساسة للهرمونات، وهو الذي يخضع للتنظيم عن طريق عمليات التعديلات التساهمية التي تتواسطها الهرمونات، بنفس الطريقة التي ذكرناها منذ قليل عن تنظيم عملية تخلق الدهون. كيف ذلك؟ تعالوا نرى. مرة أخرى وبنفس الطريقة، انتبه هنا، تراي أسايل جليسيرول لايبيز بشكل مفسفت يكون أكتف، وهذا عكس الأستايل كو إي كاربوكسيليز. إذن الشكل الفاعل هو المفسفت، أما الشكل غير الفاعل فهو يكون غير مفسفت. كيف تتم الفسفتة؟ عن طريق البروتين كاينيز نفس الشيء، الذي يتم تفعيله بواسطة السايكليك ام بي، السايكليك ام بي القادمة من الاي تي بي بانزيم ادينيليل سايكليز. ادينيليل سايكليز ما الذي يفعلها؟ ارتباط الادرينالين او الجلوكاجون بمستقبلاته. طالما نتحدث عن النسيج الشحمي فحقيقة الجلوكاجون تأثيره قليل ومنخفض جدا، لان عدد مستقبلاته قليلة جدا، والتأثير الرئيسي يكون للادرينالين في هذه الحالة للادرينالين. يرتبط مع مستقبله، ينشط السايكليز، يزيد سايكليك ام بي، ينشط البروتين كاينيز، يحول الشكل غير الفاعل الى فاعل، وتبدأ عملية تحلل الدهون، لينطلق الجليسيرول والفري فاتي اسيد محمولا على الألبومين ليذهب الى الأنسجة. ارجوك ان تنتبه الان الى هذه اللوحة في هذا الجزء بالذات. لو كان النسيج الشحمي، الخلية الشحمية تحتوي هنا على إنزيم جليسيرول كاينيز، جليسيرول كاينيز يعني الذي يحول الجليسيرول إلى جليسيرول فوسفيت،
ما الذي سيحدث؟ الآن ليس الأدرينالين وحده هو من يؤثر على هذه العملية تحلل الدهون، هناك هرمونات ومواد أخرى نستخدمها أيضا تؤثر. مثل ماذا؟ مثل الثيروكسين، هرمون الدرقية. هرمون الدرقية ماذا يفعل؟ يزيد حساسية هذه المستقبلات للأدرينالين، ربما بزيادة تخليقة، ربما بزيادة مجال الارتباط، الآلية غير معروفة. ولذلك نعرف أن أي شخص لديه فرط نشاط الدرق يعني زيادة الثيروكسين سينقص وزنه. أحد أسباب نقص الوزن هذا هو خسارة النسيج الشحمي بسبب زيادة تحلل الدهون. أيضا الجلوكوكورتيكويد عندما تزداد يزداد تحلل الدهون. كيف؟ الجلوكوكورتيكويد تقوم بزيادة تخليق تراي أسيل جليسترول على مستوى التعبير الجيني، على مستوى الجينات، وبالتالي زيادة عدد هذه الإنزيمات وبالتالي زيادة فعاليتها. الآن بالإطعام كما تحدثنا منذ قليل بنفس الآلية، الأنسولين سيلغي جميع التأثيرات السابقة ويثبت عملية تحليل الدهون، بالإضافة إلى أنه سيزيد دخول الجلوكوز، سيزيد توافر الجليسيرول 3-فوسفيت، سيزيد تخليق الحموض الدهنية، سينشط أستيل كو إي كاربوكسيليت، سيزيد تراي أسيل الجليسيرول، وبنفس الآلية السابقة التي ذكرناها في عملية تنظيم تخليق الدهون. أيضا ما يقوم به إضافة هنا أن الإنسولين يثبت تأثير الاسترويدات القشرية في عملية تخليق تراي أسيل الجليسيرول لايبيز. الكافيين أيضا نقطة مهمة لتفكر فيها قليلا إلى المحاضرة التالية. شكرا لكم وإلى اللقاء.